أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح، وبصلي سلام ونعمة وفرح تغمر حياتك اليوم وتعيش بحضور يسوع المسيح، تتمتع بجماله وتستمد قوة منه من خلال عمل الروح القدس. رح نستمر في السلسلة اللي ابتديت فيها، ما هي إرادة الله لحياتك؟ شو هي مشيئة الله لحياتك؟ احنا اتكلمنا عن اولا الخلاص ثم القداسة، واليوم انا رح اتكلم عن الشكر. إرادة الله، مشيئة الله لحياتك، الشكر. وفي رسالة بولس الرسول إلى كنيسة تسالونيكي الإصحاح الخامس من آية 16 مكتوب: افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لاحظ بيتكلم كلمات ووصايا سريعة جدا، لكن كل وصية قوية جدا تحتاج فعلا إلى رسالة خاصة. بيبتدئ بالقول افرحوا كل حين، ثم يواصل ويقول صلوا بلا انقطاع. لاحظ كل حين فرح، الصلاة بلا انقطاع، وبنفس سياق الحديث بيتكلم عن الشكر. اشكروا في كل شيء، في كل حين بلا انقطاع، هذا هو سياق الحديث. فالشكر أحبائي كل حين بلا انقطاع وأيضا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. الشكر واحدة من أجمل التعبير والكلمات اللي ممكن نسمعها. حياة الشكر أو الشكر هو تعبير عن الحياة الراضية، الحياة المقتنعة، الحياة اللي فيها اكتفاء. يخرج من دائرة الذات ليركز على إحسانات الرب وأمانة الرب ورحمة الرب وعطايا الرب، وأهم شيء شخص الرب نفسه. عدم الشكر كما نتعلم من كلمة الله يعتبر حياة الجحود وحياة الكفر والأنانية، وهو طبعا بكل وضوح هو سمة لغير المؤمنين. يعني الشخص الذي لا يشكر هو شخص غير مؤمن. اسمع ما يقول كتاب في روميا الإصحاح الأول، مكتوب: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. فإذا أحبائي، الشخص الغير شاكر هو شخص جاحد ويكفر بالله، يبتعد عن الله، مش عم بعدد بركات الله أو إحسانات الله أو كيف الله بيتعامل معاه. يقول الكتاب المقدس عن سمة آخر الأيام، تيموثاوس الثالثة، يعني من ليستة الخطايا الكتيرة: مقتحمين، شرسين، واحدة من الخطايا الكبيرة غير شاكرين. وأصعب شيء لما الإنسان بيصل لوضعية أناني، مركز على ذاته، مش عم بيشكر الله، مش عم بيصحى من النوم بيشكر رب، مش عم بيشكر رب على الطعام، مش عم بيشكر رب على الصحة، مش عم بيشكر رب على يومه، مش عم بيشكر الرب كيف انتهى النهار، مش عم بيشكر الرب على الحماية حتى خلال النوم. مكتوب انه عين الرب سهراني علينا. يقول الكتاب المقدس: وكل ما عملتم بقول او فعل فاعمل الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. في اي شيء بنعمله لازم يكون من خلال حياة الشكر والامتنان والعرفان بالجميل، إنه الله هو الذي يعمل فينا
ويعمل من خلالنا، لأنه هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تفعلوا المسرة من أجل طبعا اسم الرب. أحبائي، الشكر القلبي والامتنان العميق الداخلي حتى عندما نمر في ظروف صعبة، حتى عندما نواجه الصعوبات لازم يكون في شكر قلبي. ليه؟ لأنه مكتوب ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. فإذا يقول الكتاب واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر. فيلبي إصحاح 4 آية 6 مكتوب لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أحبائي، الشكر هو إرادة الله لحياتنا. الشكر هي لغة المنتصر، هي لغة الانتصار. الشكر هي لغة التعامل والتواصل. يعني الإنسان بفضل يتعامل مع إنسان بعيش حياة الشكر، مش شخص جاحد ناشف زوايا حادة دائما بيصطدم بزوايا حادة. وصدقنا حتى في كتير مؤمنين بحبوا الرب لكن للأسف صعبين، لما بتتكلم معهم بتشعر كأنك بتصطدم بزوايا حاسة زوايا حادة. الشكر هو تعبير عن قلب راضي ومكتفي. الشكر هو إطلاق قوة داخلية فينا. الشكر هو إطلاق البركة في حياتنا. الشكر كما يقول عنه الكتاب هو ذبيحة. في كتير ذبائح في العهد القديم، ذبائح دموية، خرفان وثيران وأنواع ذبائح كثيرة، لكن برضو الرب يعني كتير مرات كان بدين الشعب على كثرة الذبائح لأنه الدافع القلبي غير صحيح. لكن ذبيحة الشكر هو الاعتراف والعبادة ليسوع المسيح، هو الذبيحة المقبولة المرضية أمام الله. عبرانيين صح 13 والآية 15، شفاه معترفة باسمه. نشكر الله على عطيته التي لا يعبر عنها، فشكرا لله يعني على عطيته، على يسوع المسيح معاه أعطانا نعمة الغفران، نعمة الخلاص، نعمة الحياة الأبدية. فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها، صعب توصفها في كلمات بشرية. في أفسس 5 مكتوب شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. أحبائي، بغض النظر شو هي الظروف، سواء أصدقائك تركوك أو اتهام زور أو شكوى ضدك وانت عارف انك انت بريء وانت عارف انك انت مظلوم لكن بعممه نميمة وشكوى ضدك، سواء معاملة سيئة. يعني في أكثر من بولس الرسول، بولس الرسول على فكرة كان بيكتب هاي الرسائل اللي فيها الشكر بيكتبها من سجن روما، وبولس الرسول تعلم حياة الشكر لأنه بكل بساطة الشكر هي مشيئة الله. نشكر رب على جميع بركاته. الكتاب يتكلم عن 10 برص، والبرص مرض فظيع ومريع وشنيع في نفس الوقت، مرض خطير ومعدي. شفاهم، طهرهم العشرة، واحد رجع اللي شكر الرب وهو سامري، يعني بكلمات أخرى مش من شعب الله، لأنه أحبائي عدم الشكر هو خطية. الشكر هو موسيقى القلب المختبر، وبتشوف هذا الشيء في مزمور 147 آية 7. كلمة حمد دايما هي تعبير عن الشكر، بعود
وبموسيقى. فالشكر هي موسيقى، هي ألحان بتخرج من القلب المليان نعمة، المليان بركة، المليان قوة داخلية بتطلق للآخرين حتى تبارك وتشدد وتقوي الآخرين. روح الشكر هو روح الفرح، روح الشكر هو روح القوة، روح الشكر هو روح الانتصار. الشخص اللي بيشكر دايما عايش حياة منتصرة. قال داود عندما صلى في سفر الأخبار الأيام الأول إصحاح 29، قال لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك. وطبعا بفيلبي بولس بيتكلم تعلمت أن أستفضل، تعلمت أن يعني تعلم كل شيء، قال أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أشكر الله على بركاته المادية، أشكر الله على الصحة اللي أعطاك إياها الرب، أشكر الرب على الناس الذين من حولك، أشكر الرب على أصدقائك، أشكر الرب على اللي بيخدموا معاك، أشكر الرب على الناس اللي بتتعامل معهم، أشكر الرب من أجل الجميع، حتى من أجل الرؤساء والسيادات. بولس قال أقدم تشكرات وابتهالات من أجل الجميع، ولا سيما الذين في منصب والذين في سلطة. أشكر رب، بولس الرسول قال ودائما صلواته بيبتديها أشكر إلهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطى لكم في يسوع المسيح، في كورنثوس الأولى إصحاح الأول والآية 4 مكتوب أحبائي فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. هذا عندما وصل يعني منطقة قبل ما يدخل السجن في روما، شاف الإخوة تشجع وشكر الرب من أجل الإخوة. نشكر الرب على كل حال وفي كل حال ولأجل كل حال. أشكر الله في وسط التجارب، في وسط الاضطهاد. تعرفوا دانيال اشتكوا عليه زور وظلم في دانيال 6 أمام الملك الفارسي الملك داريوس، لكن شو مكتوب عن دانيال؟ وصلى وحمد، حمد يعني شكر قدام إلهي. صلاته غيرت قرارات الملك واعتراف الملك داريوس عندما نجاه من جب الأسود إنه الرب الإله هو الإله الحقيقي ينبغي أن يعبد. وهكذا الرب يسوع المسيح دائما بيبتدي صلاة الشكر قبل ما يكسر الخبز وقبل ما يشبع الآلاف. وعندما أقام العازر شكر الرب لأنه الرب استمع الصلاة، صلاة شكر لأنه مسبقا الرب استمع صلاته. أشكر الرب على الخلاص اللي في اسم يسوع المسيح. هل شكرت الرب اليوم إنه الرب دعاك من الظلمة إلى النور، من الموت إلى الحياة؟ هل شكرت الرب إنه الله أعطاك حياة أبدية؟ هل شكرت الرب من أجل أولادك إنهم عطية من عند الرب؟ هل شكرت الرب من أجل زوجتك، من أجل حتى حماتك، من أجل كل المحطين بيك؟ هل شكرت الرب؟ هل صليت من أجل الذين يسيئون إليك؟ أشكر الله على حضوره الدائم، الله ما بيتركك، وقوته وقدرته في حياتك. ألم يقل يسوع ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر؟ الشكر والتسبيح يسيران معا أحبائي. كل ما لنا، كل ما عندنا هو عطية من عند الله. نحن لا نملك شيء، حتى أجسادنا هي عطية من الرب. كل ما نحن، كل ما لنا، كل ما في هذا الوجود هو بركة، هو عطية من عند الله. وعلى فكرة الله مش بخيل، يشرق شمسه على الأشرار والصالحين، بيعطي المطر، بيعطي الهواء، بيعطي الماء. كل هذه الأمور الله بيتحنن علينا. نشكر الرب على الظروف الصعبة. أنا بعتقد إذا الكنيسة بنبتدي نصلي في هذا الوضع الصعب في زمن الكورونا،
رح نشوف خلال أقل من شهر كل العالم رح يتغير والمرض راح يزول عندما نشكر الرب على حضوره وعلى قدرته في حياتنا. الشكر بيعطينا السعادة. الشكر نشكر الله على النعمة، هي كل يوم منعيشه هو نعمة من عند الرب. في المزامير أحبائي وما أكثرها، في كل احمد الرب، اشكر الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. مرة تلو الأخرى مرارا في كثرة المزامير بردد نفس العبارة، احمد الرب لأن الرب صالح. بحب الترنيم اللي بتقول اشكر الرب على الحرية الحلوة والمرة كمان. هل شكرت الرب اليوم؟ اشكر الرب على خلاصك، اشكر الرب من أجل عيلتك، اشكر الرب من أجل الظروف اللي انت موجود فيها، اشكر الرب على بركاته على عطاياه، وخلي حياتك تكون بركة للآخرين. قدم اليوم هيك كلمة حلوة من أجل شخص انك بتشكر الرب من أجله. ربنا يباركك، شارك هذا التأمل وبحب أسمع منك.